مرحبا شباب، يعطيكم العافية وكم نايت في لعبة دسين. اليوم راح نتكلم عن الأخبار اللي جاي إن شاء الله، الحلوة اللي راح نشوفها في فيستيفال أوف ذا لوست اللي جاي إن شاء الله، وفي فونديشن حق طبعا بنجي حق الهاريكين اللي هو حق التبرع، في جراند ماستر طبعا خبر على الأسبوع الجاي إن شاء الله، يوبيسوفت بارتنرشيب بعد راح يكون معانا أيضا في جمع ما بين يوبيسوفت مع بنجي. في البداية طبعا الأسبوع الجاي راح يبلش عندنا اللي هو الفيستيفال أوف ذا لوست اللي هو مال هالوين، راح تكون موجودة طبعا معانا اللي هي كالعادة العجوز الشمطاء اللي نسميها اللي هي إيفا، وبالإضافة إلى طبعا يبغون الشكل النهائي طبعا الدروع اللي راح تكون موجودة في هذا الهالوين، الأورلمنت حق الوزرد هم اللي حسب الفولت الاختيار ما بين الناس اللي اختارت إن هذا راح يكون هذا هو. بالإضافة إلى طبعا في أسلحة جديدة راح تينا، عندك ما بين عندك شدجن، وراح يكون في عندك بعض الأسلحة راح يكون جاي جديد إن شاء الله. بالإضافة إلى طبعا يابونا ماسكات جديدة لطبعا الفستيفال لهذا الموسم لهذا الإيفنت ولهذه اللي عفوا اللي يسمونها بالعربي اللي هي الفعالية عفوا. وبالإضافة لجزتك كلاس آيتم راح يكون عليها طبعا في إيفا، في لها أيضا شغلة راح تصير في هناك. بالإضافة إلى السوبر بلاك شيدر راح يكون جاي إن شاء الله، بالإضافة إلى هذا تكلموا عنه راح يرجع، وبالإضافة إلى طبعا في إمبلم طبعا راح يكون جاي اللي هو طبعا مع الهالوين راح يكون جاي بالإضافة إلى هذا، وبإضافة إلى الدونيشن اللي حابب ياخذ طبعا هذا طبعا دونيشن $25 على أساس إنه تسوي سبورت. أنا عن نفسي ما أسوي لهم سبورت لأنهم ما يستاهلون للأسف، لأن بنجي ما سمول إنديان كمباني أنا أسميها دائما تشيب كمباني. وبالإضافة إلى الجمع ما بين يوبيسوفت مع بنجي راح يكون في نظام بشكل جديد اللي هو تاريخ 24 أكتوبر راح يكون إلى 14 نوفمبر، راح يكون هذا الموضوع راح يبلش الهالوين. بالإضافة إلى الشغلات اللي راح يتكلمون فيها راح يقولون عن الداتا نفسها من هذا الوقت إن شاء الله إلى تاريخ 14 نوفمبر، والجراند ماستر إن شاء الله جاي بالطريق إن شاء الله، والشغلات الحلوة راح تبين إن شاء الله نشوف، وإن شاء الله نراكم في مقطع ثاني جديد. ولا تبخلون علينا يا جماعة الخير بحضوركم إنكم تلعبون معانا وتيون عندنا في البث أو في الديسكورد. الساعة المباركة كان مكانكم، ونراكم على خير إن شاء الله في مقطع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.